عسلامة الناس الكل، شنحوي لكم؟ شن نهاركم زين ونهاركم اسهل ليام. فيديو جديد كما العاده، صحيح غبت عليكم هالايام بيت خاطر حكم اني كنت مريضه شويه تعبانه. هاني رجعت لكم، نحب ديما كي نرجع لكم نكون كافي فيديوهاتي بكلها طاقه ايجابيه، ونكون نبدا عامله في فورما ونبدا عامله جو زيده في فيديوهاتي هكا. ولي المهم اي بدينا بسم الله وصلينا على سيدنا الفليزي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فيديو اليوم باش يكون فيه قهوتي، باش نعمل زيدة فيه فطيرتي كما العادة، وسهرية سهرية مع صحابي وحبيبي بذكر الرحمن. ما شاء الله على قعدتنا المزيانة، مستعدين للعشاء زيدة، عملنا شيء مزيانة مع بعضنا، تلمينا الناس الكل بكل حب وبكل فرحة. والله أحلى حاجة هي الضحكة كي تطلع من القلب، ونحكيو مع بعضنا ونفادلكو مع بعضنا ونعملو برشا جو. أهم حاجة أهم حاجة ذكر الرحمن والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لهنا بديت سيد في تسييق الفيراندا بعد ما كملتها رتبتها ونيمتها كما نقولو، والدار كما تعرفوا كما العادة والعويد سيقتها ونظمتها. ما بعرفش ندخل توا نوريكم ايش نواجهني، يجيني معناها كلي قديد المرة هذيا باش نعمل فطوري محمصة صيفي. ديجا هبطت لكم الفيديو على الباج فيسبوك بتاعي والانستغرام من عند كوستيليا، معروف هو الحقيقة في صفاقس ويبعث للعالم الكل، راهو مش لتونس كهوا، حتى وصل لدبي قطر البلدين الكل يوصل معناها اللي يحب على حاجة. هاتو نخليكم الباج الانستغرام نتاعو موجودة عندي في الستوري، موجودة عندي زيدة في الانستغرام، تدخلوا وتشوفوها. يوصل كل شيء، المهم حاجة باهية مش حاجة خايبة بالطبيعة. عندي لهنا القديد الهبرة، وهم القديد اخر زيدة باش نوريهولكم، وهذا اللي باش نستعمله اليوم. وفما الهريسة والهروز زيدة جابلي كثر خيره. وباش نعمل به اليوم الفطوري اللي هو كما قلت لكم حمصه صيفي. حطيت شويه زيت زيتونه، حطيت شويه زيت من زيت القديد، وحطيت معاها الفلفل. تنجموا لهنا الفلفل تقليوه وحده، انت وشنو تحب معناه، مش حاجه لازم تعملها هكا خاطر برشا ناس تقول لك ليه ما يجيش الفلفل مع القديد. انا نحب الفلفل بنكهه القديد. باش نقليه شويه ونخرجه، ومن بعد باش نكمل نحط البصل. قصيت طمطومه كبيره قصيتها مربعات، وحطيتها من بعد في وسطها في وسط الطنجره معناها، وزدت لها بطبيعه طماطم معجونه والهروس والهريس العربي. عملته حار المره هذه، عملته حار. اني في العاده الحمصه الصيفي ما نحطش فيها برشا فحات، اما كي يبدا بالقديد نولي نحط. عملت معكم مقبل المحمصه الصيفي كان ملح وفلفل اكحل اكاها، وما نحطش برشا فحات، شويه فلفل احمر، ونقلي الطمطومه بتاعي عادي اكاهو، ومن بعد نحط لها العظيمات المسموطه ونزينها بالفلفل. اما اليوم كما شفتوا بعد ما قليت البصل حطيت الهروس الهريس العربي مغرفه طماطم معجونه، شويه فلفل اكحل حاجه لازمه، الا الملح ما حطيتوش خاطر القديد ديجا مالح والزيت نتاعو مالح. مرقتها خليتها تغلي هكا شويه، حطيت المحمصة بكويت عادي. المحمصة صيفي معروفه انها متكون الجيريه بطبيعه تكون عاقده بهي، وتو باش نرجعك الفلفل الاخضر في وسطها يقعد معاها شويه، ونزينوها بالعظيمات المسموطه. هذه نعملوها احنا في الصيف، راهو اسمها محمصه صيفي. برشا ناس باش تقولي فاسخه محمصه، لا هذه يعملوها في الصيف، نعملوها احنا ما نعرفش الحقيقه في بلدان اخرى. معروفه معناها وبنينه بنينه برشا، خاصه بك القديد عسل الدنيا جاتني بصراحه معناها. حسي لوي بعد ما كملت الطبخة الجميلة باش نزينها اكيد، ونعملو لها تصويرات باش نحطو هكا صورة مصغرة للفيديو نتاعي، باش نغسلو مايوناتنا كيما العادة والعويد، ونظمو الكوجينة. وعندي بسيسة باش نحضرها، ديجا عملتها معكم قبل، هي بسيسة الفاكية معناها. جوست نحط لكم رابط الفيديو كامل خير خاطر ميكونش طويل معناها الفيديو. حبيت الفيديو اليوم بالسهرية والقعدة المزيانة مع صحايباتي وحبيباتي، جوست باش نخلطها بزيت الزيتونة، وحطيت لها سكر المحور معناها البسيسة نتاعي، ومن بعد نزينها وكل شيء. حسيلو هذه اخر حاجه في الفطيره، بنه بنه بنه. والله صدقوني كي نقول لكم راهو بنينه خاطرها بالحق طيبتك بالكيف وبالفن والدن كما تعرفوا. وبدينا توعد في التنظيف وتغسيل الماعون، ونرجعوه عاد لبلاصتو كيما العاده والعويد. حسي لوي بعد ما نكمل نغسل بعيوناتي، باش كيما قلت لكم باش نحضر بسيستي، ومن بعد نحضر روحي خاطر التاي اليوم بحذا صحابي وحبيباتي كيما تعرفوا، وباش نقعدو زاده نتعشاو بحذا بعضنا ونتلموا مع بعضنا.
وكها حسيت باش نخليكم توما بقيت الفيديو. شوفوا زيد بسيستنا كيفاش باش نزينها اليوم، ونعاود نقول لكم اللي تحب طريقه تبسيس الفيكيا اللي يحبوها برشا توا راهو الاولاد الكل، خاطرها خفيفه هكا بكل فيكيا تبدا. نحط لكم الرابط في صندوق الوصف تفرجوا فيها كامله خير معناها. حقا بالمناسبه تفكرت حاجه اللي يعني كي غبت عليكم شويه تونا بركه ما شاء الله، وعلى كميه التعليقات اللي جاتني في الميسنجر على انستغرام على الباج فيسبوك، وينك يا سندوس وينك وينك وينك. قديش نفرح برشا بسؤالتكم هكا عليا، بالحق نفرح برشا. اني راهو كيف نغيب كما تعرفوا هي عليها بالحق راني مريضه مريضه، اما الحمد لله لاباس. تعرفوني مريضه الاغلبيه بسقيه وتوجعني ديما، وكي نبدا تعبانه ما نحبش نعمل فيديوهات خاطر يظهر لك حتى من صوتي الحقيقه، وتفيقوا بيا برشا مرات تقولي شويك سانتوس تعبانه، لاني كبدا تعبه مش لازم نعمل لك فيديو. خاطر الله غالب من السخانه والقضيه وكل شيء ما عادش نجم هكا، ونقول نفسيتي ساعات تتعب ونقول ما نحبش نظهر اني في فيديوهاتي واني تعبه. وغاني كي نبدا في فورما نرجع لكم باذن الله. نعود ونقول ونشكركم برشا ناس الكل على كلامكم الحلو، نشكركم على خاطركم محليكم خاطر تسألوا عليا. بارك الله فيكم، ربي ان شاء الله يفرحكم ويفرح قلوبكم الناس الكل. وتو باش نخليكم مع بقية الفيديو، ان شاء الله يعجبكم هكا بكلو ان شاء الله، ونرجع لكم هاي. هنا قاعدة نحضر في البسيسة، جس نكمل نصب في الزيت هكا هاو كي نلقاها ناقصة زيت نزيد لها شوية تبدا هكا رطبة خير ومزيانة. وبعد نزينها نحط لها شوية فيكيا هكا من الفوق، اما هي بكلها فيكيا هذي بالبفريو عملتها، ياسر يحبوها الحقيقة بنكهة البفريو، وعملتها زيدا معاكم بالفستق. كل مرة نبدلو معناها نفس المكونات، هي راهو كيما قلت لكم ما تلقاوها في صندوق الوصف، شوفوها وجربوها على شلال الفطور الصباح محليه. اني الحقيقة ولدي جاب حذية من تركيا، قلت كي يروح هكا يهز معاها البيبسة يفطر منها في الصباح، تعمل 66 كيف سهلة زيدا ومكوناتها بسيطة. حسيلو بعد ما نكمل نخلطها مليح مليح باش نزينها كصحيفة، وكهو كملت كل شيء وحضرت كل شيء. وهذا هو نهاري اليوم، باش نكمل تو كيما قلت لكم السهرية نكملها في الليل، معناها نهاري اليوم من الصباح حتى ايش الليل. بالحق قاعدين شويه مزيانه، وطلب منكم انتوما وتقولوا لي ديما كي تخرج مع اصحابك كل صورنا اكيد
قاعده مزيانه كما تعرفوها. هنا وصلنا سايي باش نشربوا اول حاجه كويس تي اخضر يعمل 66 كيف وتلمينا الكل، عملنا برشا جو. واحلى حاجه عملتها الحقيقه بنا 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 اللي هو مدتنا اليوم الكسكسي، عشينا كسكسي نابلي بالزهر يعمل 66 كيف. باش نوريهولكم من بعد، هنكمل نصور لكم الساعة الأجواء والقعدة المزيانة. قد بسطت يدي
حبيب الله يا خير البرى يا قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. ريت تحطها في فمك ما تلقاهاش. هذه شنو هي نجاح؟ طب هذه دقلة كليت منها سيدة مريم. ما شاء الله ما شاء الله. حط في فمك ما شاء الله. ما شاء الله. كملنا السهرية وشدينا الثنية أكها ومروحين. حسيلو عدينا سهرية ياسر مزيانة ونقول لكم هاك الكسكسي وعليك البنة ما شاء الله. ربي يسلم يديتها ويسلم قليبها ان شاء الله وربي يحفظ لها عائلتها. بالحق تلمينا في دارها ومنا برشا جو اضحكنا تفرهدنا والحمد لله وخاصة بذكر الرحمن والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله يا ربي عملنا فيديو هاك ان شاء الله عجبكم ان شاء الله الفيديو متاع اليوم. نقعد نستنى اكيد في تعليقاتكم الحلوة ورايكم في الفيديو وكعاو خليكم تاو في بمين تربي في حفظ ونبوسكم برشا بوسات ونقولكم ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد الايام. بسلامة باي باي.